ثمانية ينطينا الاتجاهات راح نستخدم فعل بالبداية نحطه مثلا فعل go. الاتجاهات اللي راح تيجي وياه مثلا long go long راح تصير عندك straight on. straight on يعني باتجاه مباشر. عندنا الفعل turn يعني انعطف راح تجيك left or right. left اللي هو اليسار والright اللي هو اليمين. شو وقت ما تشوف turn نشوف left أو right راح تحط كلمة turn قبلها يعطيك كلمة long أو straight on تحط كلمة go long go straight on. الاتجاه الأخير يعني عند الوصول إلى المكان أي اتجاه يعطيك إياه من هذولة إيش راح تحط؟ تقول it is on the زائدا المكان. فبنرجع للمثال مالتنا هسه إحنا هنا حتى أودي للطيب أدلي الطريق أدي الفعل كلمة straight on خلينا نحط on. نقول go straight on. جاني الاتجاه الثاني left أقول له فاصلة turn left. الاتجاه الأخير يعتبر أنه الشخص وصل للمكان فش راح أقول فارزة it is on والاتجاه شنو أعطيني right. وهذا هو.